بسم الله، هندخل في النوز وهنتكلم بس كلمتين بسيط كده عن السيمتومز بتاعت النوز، الأعراض بتاعت النوز. يعني ناخد هنت بس، بعد كده لما نشرح الأمراض هتلاقي كلها اتشرحت، الكوزز كلها اتشرحت، بعد كده نرجع نجمعها عادي مش فارقة. بس ده الفكرة، إن أنت عايزك بس تعرف في إيه الأعراض أصلا اللي بتاع النوز هيجي يشتكي بيها، اللي جاي يشتكي من مناخيره. بصوا، وعشان نبقى منطقيين، معظمنا اشتكى من مناخيره، انا وانت كلنا جالنا دور برد عادي. يعني اول حاجة في دور البرد مثلا يجي لك نزل اوبستراكشن، تحس ان انت مش شامم ولا عارف تتنفس من مناخيرك، فبتضطر تفتح بقك تتنفس من بقك. ابيستاكسس ده واحد كل ما يمشي شوية يعمل مجهود، ساعات في ناس وهو قاعد عادي بيلاقي مناخيره بتجيب دم، بيستاكسس مناخيره بتجيب دم. فيشيال بين وهيدك، طيب مرضى الجيوب الأنفية زي الأيام دي شهر 3 بيتعذبون. يعني الناس اللي عندها جيوب أنفية وبتسمعني أكيد فاهمة الموضوع ده، يعني الأيام دي بالذات حبوب اللقاح وفصل الربيع والحاجات دي كلها، الهواء بيبقى فيه تراب، فالجيوب الأنفية دايما بتلاقي عندهم صداع. الناس اللي عندها جيوب أنفية تلاقيه يقول لك دايما أنا مصدع، عندي صداع. وفيشيال بين، وجع في وش، السميل، الشم، سنيزنج يبدأ يعطس، سنورينج يشخر، سويلينج مناخيره تورم، اوربيتال سيمتوم، وهكذا. انا بصراحه يعني السيمتومز انا كده كده مش عايز منها حاجه كتير، يعني هي كده كده الكوز زي ما بقول لكم، بعد ما نشرح الامراض كلها باذن الله هتلاقي الكوزس اتجمعت معاك سهله خالص. انما انا لو قعدت اشرح دلوقتي في السيمتومز والكوزس، يعني ممكن اخلي الحصه مثلا 5 6 ساعات. ليه؟ لان انا كده هضطر اقعد اشرح الامراض اللي موجوده كلها. لا، ما هو كل مرض ليه حصته، كل مرض ليه حصته هيتشرح فيها بالتفصيل الممل. الميثود اوف الاكزامينيشن عندنا external examination و internal examination. يا دكتور، اولا هي المناخير دي حاجة باينة في وشي، حاجة باينة في وشي للدنيا كلها وليا في المراية وللناس كلها، يبقى انا عندي external examination، انا بص عليها من بره، inspection و palpation من بره، اهو اهو inspection و palpation من بره. و internal لان مناخيري دي في جواها حاجة، فيها جواها حاجات ياما، فانا لازم ادخل جوه اشوف الحاجات اللي جوه. الاكسترنال اكزامينيشن ببص بالانسبكشن، واحنا عارفين الانسبكشن ان انا بشوف بس الشكل، الشكل والاير فلو. طب الاير فلو يا دكتور بالانسبكشن هتعمله ازاي؟ بصوا كده، بجيب زي منديل كده، بص المنديل اللي معايا ده كده، حته منديل كده صغيره او حته قطنه كده مثلا، حته منديل صغيره وحته قطنه، واحطها ايه تحت النوستريل مثلا اليمين وتحت النوستريل الشمال، واقول له خد نفس من مناخيرك جامد وطلعه جامد، هلاقي الورقه دي بتتحرك كده. طبعا المنديل هيتحرك بالهواء، باندفاع الهواء، يبقى المناخير دي مش مسدوده، ما سليمه، بيتنت ومفتوحه، بيتنت ومفتوحه. عرفنا الانسبكشن، هشوف الشيب، شيب شكل المناخير، واشوف الاير فلو فيها هواء داخل ولا لا. ابدا الاول ان انا اساله، وبعد كده ببدا ان انا احط مثلا قطنه او منديل. انا بكرر تاني اهو عشان الكلام ده يعني انتوا ساعات بتفوتوه وانتوا بتقروا كده، فاعتمادك على الفيديو انا عايزه اكتر، فانا بحاول ان انا اكرر عشان تطلع من الفيديو حافظ. ده غير ان احنا في رمضان وانا عارف المذاكره بتبقى صعبه جدا. بتجيب منديل ولا قطنه ولا حاجه وتحطها تحت النوستريل كده، تحت فتحه مناخيره، وتشوف بتتحرك ولا لا. بالبيشن عشان اشوف التندرنس، التندرنس في حالات واحد فراكشر نوز، الكارتليج ده اتكسر، اي حاجه جوه حصلت،
ممكن تعمل تندر لما تيجي تلمس مناخيره كده يتوجع. واحد عنده حبايه مثلا فرانكلوزس. طيب الانترنال يا دكتور، الانترنال عندي اول حاجه استخدام النيزل سبيكولم. فاكرين النيزل سبيكولم؟ ايوه فاكرين السبيكولم اصلا اللي هو كان ليه حتتين حديد كده، كنت بدخله كده في المناخير واسيبه فيفتح المناخير خالص زي الصوره اللي قدامك دي كده. ده سبيكولم اهو، دخلته في النوسترال وسبته ففتح النوسترال على الاخر، فابتديت ان انا ابص واشوف. ده اول حاجه اسمه ايه؟ انتيريور راينوسكوبي. طب ليه يا دكتور سموه انتيريور؟ لانه زي ما انت شايف بيوضح لي الجزء الامامي فقط، الامامي فقط، ويا دوب بيوريني الانفيريور تيربنت والانفيوميتاس والميدل تيربنت، يعني ما بيورينيش حاجات كتير، انا يا دوب ببص على الجزء الامامي فقط. البوستيريور راينوسكوبي ده عباره عن فكرة اللارنجوسكوبي كده بتاعت المراية، فاكرينها؟ كنت بدخل مراية جوه بق العيان لحد ما اوصل جوه خالص في الفاركس وابص انا في المراية هشوف انعكاس جوه من تحت. المرة دي هعكس، هعكس المراية، هدخل المراية في زوره والمراية يبقى اتجاهها فوق بحيث ان انا انعكاس فوق يجيلي على المراية. بص اهو الدكتور مدخل المراية جوه بقه وبيبص بيشوف ايه بالظبط؟ بيشوف البوستيريور راينوسكوب، بيشوف البوستيريور بارت بتاع النوز. طيب النيزل اندوسكوبي بقى هو ده احسن حاجه بصراحه، وده اكتر حاجه بتتعمل، وده موجود في كل العيادات بتاعه الانف والاذن حاليا، نيزل اندوسكوبي. لان ده انا بدخل بيه منظار من هنا وابدا ان انا ادخل، افضل ادخل واتمشى براحتي بقى، اروح يمين اروح شمال ارجع ورا اطلع قدام، انا ماشي بالاندوسكوب بتاعي ومعايا شاشه مونيتور فيها كاميرا ببدا ان انا اشوف واصور. يبقى ايه احسن حاجه دكتور؟ النيزل اندوسكوبي. ندخل في امراض السبتم. كل اللي فات ده بالنسبه لي ما كانش جد، ما كانش كلام كبير، ما كانش كلام محتاج شرح، ما كانش كلام محتاج فهم قوي، كل الكلام كان سهل. نبدا بقى في الجد شويه، والجد ما بعد النيزل اكزامينيشن. ابدا ادخل في الامراض دلوقتي، بس انا عايز بس ارجع راجع على الكلام اللي مكتوب في كتاب نيزل اكزامينيشن. عندنا نيزل اكزامينيشن قسمناه اكسترنال نيزل اكزامينيشن، ان انا بشوف شكل النوز من بره، انسبكشن وبالبيشن. انسبكشن بشوف الشكل، بشوف فيه ديفورميتي ولا حاجه، لو كده اعمل لها عمليه تجميل، بشوف اي تاثير زي اديما سويلينج تيومر. ببدا اعمل بالبيشن اشوف المناخير كده حاسس عليها، لو في تندرنس لو في وجع هلاقيه بيعمل زي مثلا ما شفته اللي هو المدافع بتاع مصر محمد عبد المنعم لما مناخيره اتكسرت في الماتش، لما حد جه يلمسه كده بدا يتوجع يتألم وطلعه على طول من الماتش ودوه المستشفى. يبقى في تندرنس مثلا لو في فراكشر في كسر او في حبايه فرانكلوزس. انترنال نيزل اكزامينيشن مناخير من جوه. عندنا انتيريور راينوسكوبي دي انا ببدا ابص من جوه في الجزء الامامي، وفي بوستيريور راينوسكوبي بشوف الجزء الخلفي، وفي الاورال اكزامينيشن ان انا بشوف بقى السوفت بلت والبلت واشوف كل العظم اللي جوه ده واشوف الفاركس من جوه. عندنا الاندونيزل اندوسكوبي ببدا ان انا بدخل بالمنظار، وزي ما قلت لك ده موجود في كل العيادات حاليا، مش محتاج حاجة، أنا بخش بشوف كل حاجة جوه، كل الاستراكشر اللي موجودة جوه، وكمان بسحب عينة. يا دكتور بعد إذنك، الأنتيريور راينوسكوبي أنا بشوف بيه البيتنسي بتاعت النيزل كافيتي، بشوف الفتحة دي كويسة مقفولة ضيقة،
واسعة، أبدأ إن أنا أحدد بالظبط الفتحة دي بالنسبة لي سليمة ولا مش سليمة. بشوف الميوكس ممبرين، هل الميوكس ممبرين ده ناشف، في ألسر، شوف في نوديول، أشوف الديستشارج. وعود نفسك دايما أدام في نيزل وبستركشن يبقى فيه ديستشارج. طالما النوز مقفولة دايما بيبقى فيه ديستشارج. كلنا جالنا دور برد وكله لما مناخيره بتقفل بيلاقي سيلان ديستشارج، دايما الاوبستراكشن مصحوب بيه ديستشارج. اشوف الليتل اريا، اشوف التربنت، اشوف الميتاس، ابدا ان انا ابص على كل حاجه موجوده قدام. لحد هنا واحنا متفقين. طب انا ليه راجع اقرا النيزل اكزامينيشن تاني اصلا، وليه راجع اراجعها يعني؟ يعني هل عشان هي مهمه؟ لا، مش عشان الموضوع مهم او مش مهم، او مش عشان الموضوع هي صعبه ولا كبيره ولا فيها كلام كبير، لا بالعكس، انا راجع عليها بس عشان اقول لكم ان في ناس او معظمكم للاسف بيقوم فاتح الكتاب عايز يبدا يذاكر الشابتر من اوله، فيقوم داخل نيزل اكزامينيشن بتنسيف النيزل كافيتي. ايه ده والد وناره، ايه ده بوليب، ده يا لهوي الدكتور ما قالش بوليب دي. يقوم جاي بقى ايه، شايل فاجن سته ويقعد بقى يتعصب ويقطع الكتاب. بوليب يا لهوي، الدكتور ما قالش بوليب، ايه ده نوديول، يا لهوي دراي، ايه ده، طب ازاي بتبقى دراي. يفضل بقى ايه في الصفحه دي يزول نفسه كده، والشيطان يبدا يوسوس له ويقول له لا ده في حاجات انت مش فاهمها، لا ده ما ينفعش تكمل، ما ينفعش تكمل مذاكره، ارمي الكتاب وتوتر وخاف. ايه يا جماعه، مش كده، كل ده والله العظيم كل ده ليه درس، يعني كل ده درس، كل كلمة من دول فيها درس، كل عرض ليه شرح، ليه شرح في مكانه. أنا راجع والله أنبه على الكلام ده وبقوله لكم للمرة المليون، كل حاجة في مكانها حلوة وأحسن. لما تقرا دلوقتي وأقعد أنا أشرح لك مثلا كل كلمة من دول هحتاج 18 ساعة، وانت لما تيجي تقرا الحاجات دي عديها وارجع لها بعد ما نخلص الامراض دي، هتلاقي الدنيا سهله خالص وقريتها وكتبتها من نفسك، مش هتحتاج تقراها. انما دلوقتي ان انت تقرا الحاجات دي، دي جريمه في حق نفسك، والشيطان بيمارس عليك جريمه ان انت بتقوم داخل ومتوتر ولا بوليب دي انا مش فاهمها، انا مش فاهم، وتقوم رامي الكتاب. هو الشيطان عايز كده، ما هو عايزك ترمي الكتاب، مش عايزك تكمل مذاكره، هو عايزك تقعد في مكانك ما تتحركش. لا يا حبيبي كمل، كمل يا حبيبي، كمل الدروس وكمل كل حاجه وكمل، خلاص في عقبه، في سطر ما انتش فاهمه، كمل اللي بعده، ما تقفش، ما ترميش الماده، ما تتوترش. يعني السطر ده مش هو اللي هيفرق في حياتك، مش هو اللي هيفرق في فهمك للمادة، لا يا جماعة، مش هو السطر ده اللي هيعيقك عن أداء حياتك كلها، لا ارميه يا عم، شخبط عليه، شخبط عليه، ارميه خالص، كمل اللي بعده، اتحرك، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتحرك، كمل، كمل مذاكرة، ما تتوترش، ما تخليش حاجة توترك، مش سطر ولا صفحة، كل حاجة بنرجع لها وكل حاجة في وقتها المناسب كويسة، بس هو الشيطان اللي بيجي يصور لك ان الدنيا مقفلة، لا الدنيا مش مقفلة، ولان دي مش صعبة، لان دي سهلة. بس هي الفكرة ان الشيطان عايزك تذاكر بالشكل التقليدي وتقلب في الصفح الصعبة الاول الحاجات اللي انت ما خدتهاش في الاول، ليه؟ عشان يحبطك، عشان يقعدك في مكانك ما تكملش مذاكرة. انا راجع تاني انبه تاني على الكلام ده ليكم انتوا عشان الحياه قدام. يعني انا دلوقتي لو في سبق حصنه، في سبق حصنه